اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيز مواصلة التنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين والمضي به قدما نحو مستويات ارحب خدمه للمصالح والتطلعات المشتركه اضافه الى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الاقليميه والدوليه الراهنه والجهود الدوليه الهادفه الى تسويه النزاعات والدفع بجهود احلال السلم والامن والاستقرار في المنطقه